سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير على بركه الله. ندير لكم تدبيرات همكم بزاف سواء في الاعياد او المناسبات. مع غلاء اللوز انا بخس كامل يعني نديروا الحلويات والحشوات بالكاوكاو. بزاف بزاف ناس يغلطوا غلطه، يشوا الكاوكاو هكذايا يرفدوه يروحوا يرحيوه ولا يحمصوه ويخدموا به الحشو تاع شارك مسكر شارك العريان العرايش اكسيتي الحلويات التقليديه، ومن بعد تيك يبس لهم الداخل. اليوم هذه اكبر غلطه. اليوم على بركه الله صلوا على النبي وسلموا تسليما، حنعطيكم هالتدبيره حطوها في عينكم. تدبيره لازاله رائحه الكاوكاو، ما نقولوش تحويل الكاوكاو لكن الفول السوداني. بعض الدول العربيه المجاوره والدول العربيه الاخرى ما يفهموش الكاوكاو. الكاوكاو احنا هنا في الجزائر نقولوا الكاوكاو هو الفول السوداني. تحية وتقدير لكل المتتبعات في الدول العربية المجاورة والدول الأخرى. حنحي رائحة الفول السوداني ونحيله الزيوت اللي فيه ويولينا خفيف، ونخدمه به حشو الحلويات ونمرغدو فيه الحلويات كيما تشالا كيما مشوك، نخدمه به بقلاوة يجي بنا ولا أروع. على البنات عندي كمية من الكاوكاو، شوفوا هاد العملية هدية هالتدبيرة هدية تقدروا توجدوها تحط تخدموا 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، يعني قسم ما تقدروا ما تغيتش مع شي حد روح خسارة، تحطوها أكوتي. أنا حندي لكم كمية صغيرة وانتم ضعفوا المقادير. عندي 250 غرام كاوكاو فول سوداني منقي، فوالا. عندي ان ريسيبيون، عندي صفاية ولا هكذا عفسة نصفو فيها. حاجة الأولى البنات نشلو الكاوكاو، ضروري نشلو الكاوكاو بالماء الحنفية. دوك تشوفوا واش يخرج منه. هاي التشليله الاولى، فوالا. شوفوا البنات اللون تاع الماء كيفاش تغير، فوالا. واحد الزيوت ثاني كذلك، شوفوا كي تكونوا تمسوا الماء ديجا راهو تزيد. التشليله الاولى البنات نفرغوا الكاوكاو، فوالا. شوفوا الماء كيفاش راهو لداخل، فوالا، ما بالك من تحت في الغيسيبيون، فوالا هكذا البنات. بعد ما صفيتو نزيد نرجعو للغيسيبيون، فوالا، نزيد نشلو التشليله الثانيه، فوالا البنات. التشليله نشلو هكذا يا البنات 4 خطرات 4 مرات متكرره هكذايا. شوفوا البنات ونعاود نصفيه بلاوش باش تشوفوا الماء كيفاش راهو. فوالا بنفس الطريقه البنات نشلو 4 مرات. حندير التشليله الرابعه ونصفيه ونولي ليه. الوغ البنات من بعد ربع تشليلات فوالا شلتو، شوفوا الماء كيفاش ولا لي الماء، فوالا نرمي الماء اكيد. او ميم طون البنات في كاسرونه راني درت الماء يغلي، نخليه يغلي. الماء تاعي شوفوا راهو سخون مليح. واش نغسل البنات؟ نحكم ليمونه كبيره. شوفوا انا نص راهو يعني نص ليمونه راهو كبير. ندير العصره شوفوا معمر بالماء بسم الله ما شاء الله، ونقطع هاد الشرائح ونديرهم في الماء السخون كيما راكم تشوفوا هكذا يا البنات. واش نزيد؟ نزيد عود قرفه. القرفه تنحي لنا هذيك الرائحه تاع الكاوكاو. ما ديرون ني لافاني ني عطر اللوز ني حلو ني مر، باسكو الكاوكاو اللي درتو له عطر اللوز حلو ولا مر بعدين الحلوه تجي لداخل، شغل الكو تاعها يتبدل نهائيا. شوفوا البنات كاش درت، قلط البنات. واش ندير الكاوكاو ديالي او الفول السوداني؟ نعاود نفرغو فداك الماء السخون
تفرغوا بلا كيجي تكون بيزا. كاين بزاف يعرفوا هاد التقنيه وكاين اللي ما يعرفوهاش. انا درته في الماء سخون. الفول السوداني كاين بزاف ناس يديروه الكسرونه هكا يرجعوها للفرن يخلوها 10 دقائق ولا ربع ساعه. نو حنا ماشي حنطيبوا الفول السوداني، حنحولوا هذيك الزيوت بالماء مغلي والليمون والقرفه تنحينا رائحه الكاوكاو. الوغ البنات نصيحه مني ليكم، ديروه يغلي، نحطوه فوق الفرن جوست يغلي دقيقه اثنين نطفوه، لا خلينا 10 دقائق ومن بعد هذيك البنات يولي لنا شغل هكا مش عارفه كيفاش نقول لكم، كيما المايز ولا يجينا خفيف. هكذا البنات مباشره الى الفرن. انا حطيت الفول السوداني مع الماء المغلي والليمون وعود قرفه، حطيته فوق الفرن نخليه جوست يغلي نحسبه دقيقتين. شوفوا البنات او بدا يغلي الماء، شوفوا ملي بدا يغلي نحسبه زوج ولا ثلاثه او ميم طون البنات نحو هاد الرغوه. هاد الرغوه نحوها كامل معمره بالزيوت ولا نحاول نحيها كامل. شوفوا البنات ومن بعد اني نحسب زوج دقائق. واحد الرائحه شحال بنينه فوالا، هاد التقنيه نتخلص من رائحه الكاوكاو ونتخلص من الزيوت يجي الكاوكاو. شوفوا حتى اللون تاعو تفتح البنات، شوفوا حتى اللون تاعو بالليمون تفتح ليه فوالا. ام جازو زوج دقائق نطفي عليه. واش ندير البنات، جبت الكاسونه تاعي لطاوله العمل، نحي الليمون فوالا وعود قرفه. الا كانت ما عندكمش عود قرفه ديروا قرفه بودر هكذاك. شوفوا البنات شوفوا كاش جا هكذا. نعاود نصفيه، نصيحه تاخذوا راي البنات ديروا كميه كبيره هكذا تحطوها في الدار وتوجدوها كي تجوا تواسوا الحلويات وخاصه اللي عندهم الطلبيات. نصفيه كامل هكذا، شوفوا اللون تاعو كيفاش، الحبه تاعنا كيفاش ولات تاع الفول السوداني، حتى الماء ولا نقي فوالا فوالا. او قطر نحطه في الكاسرونه هكذايا، نخليه يقطر نوعا ما. نجيب سنيوه البنات تاع الفرن نحط فيها طرشون ولا سليك تاع هكذا كبيره. شوفوا انا راهي دوبلي باش تشرب لي كامل هذاك الزوائد تاع البخار والماء فوالا. هكذايا نحكم الفول السوداني ديالي راهو سخون فوالا، نحلو كامل هكذا فوق الطرشون ولا سريبتا. انا درت 250 غرام باش نوري لكم برك الطريقه. شوفوا اللون تاعو، الحبه ولات شابه تهبل تهبل فوالا. هكذا البنات حذاري دخلوه للفرن، حذاري دخلوه للفرن، لا خدمتوه في النهار ديروه حطوه برا في السميشه ينشف، سينو انا حنخليه هني في الليل. شاي الساعه راهي 10:30 تاع الليل، اني خدمته نخليه حتى الغدوه حتى ينشف لي مليح ونكملوا الطريقه. ولا البنات في الصبيحه هدية اني حطيته في صحين هكذا ولا ديروه في الطاقه في السميشه باش ينشف لنا مليح فوالا، خاصه اذا كنتوا حتخدموا به البقلاوه. لا كنتوا حتخدموا به البقلاوه ضروري البنات يجوز على هذه الطريقه نديروه في السميشه هكذايا ينشف لنا ومن ذاك نقلبوه وكفى، يعني ما نزيدوش الخطوه الاخيره. الجو مشمس الله يبارك، حتى المحله راهي تدور هكذايا حتى ينشف لنا ملح. ايوا البنات شوفوا من بعد ما نشف الكاوكاو ديالي الفول السوداني نرفدوا البنات هكذايا، وسمعوا هذاك الصوت بلي ما تجلدناش الفول السوداني قاعد. شوفوا سمعوا قاعد مقرمش، اسمعوا البنات فوالا، خاطش كاين بزاف يقول لك يتجلدنا كيغلينا كيف، اسمعوا الدربيع ديالو فوالا. هذا يعني الكاوكاو تاعنا قاعد هو نفس الدنا ما والو. شوفوا هكذايا نعاود نقول لكم بالنسبه اللي نخدموا به البقلاوه نخلوه هكذا البنات
انا حندخلو اما اللي نوسوه للحشو ونمرغدو فيه الحلويات. الكوشه تاعي راهي تسخن تسخن مليح تسخن مليح، ومن بعد ندخل السنيوه تاعي للفرن تحمر ابان يحمر ابان. دوك تشوفوا معايا فوالا البنات، انا حمصت حميصه خفيفه الفول السوداني ديالي او الكاوكاو. شوفوا شغل دوغي ما حمرتوش مليح فوالا، خاصة الحلويات والحشو والحلويات اللي نمرغدو فيهم نمرغدو فيهم الكاوكاو كيما تشالاك العريان كيما المشوش اكسيتيرا. دوكا البنات حنوريكم طريقة الرحي. شوفوا البنات الكاوكاو راهو سخون، عندي اشواغ اشواغ ولا روبو اي حاجة عندكم ترحي نرحو فيها الكاوكاو او الفول السوداني. ندير كمية بسم الله، فوالا انا عندي كميه صغيره برك نوري لكم الطريقه، وانتم لا عندكم امكانيه تديروا ديروا يعني حسب تقدروا صدقوني ماشي خساره وعن تجربه، واكيد حندي دعاوي الخير من عندكم. شوفوا ولا قطره زيت في السميوه ولا قطره زيت في السميوه، وكو تسمعوا القرمشه اسمعوا البنات هذا يعني الكاوكاو تاعي النفس ديالي. تبعوا الخطوات فقط نبدا نرحي. شوفوا ما نرحيش سواء في الروبو ولا الاشواغ، ما نرحيش هكذا شغل سونزاغي ما نحبسوش كامل. شوفوا نرحي خطره ونحبس. تبعوني البنات، انا حبست اثنين ثلاثه اربعه ان شاء الله واضحه، اربع كما قلت تعبيزات وحنا فريناها. انا رحيت الفول السوداني تاعي ولا الكاوكاو فوالا. دوكا هذا اللي رحيناه على اربع خطرات. شوفوا البنات كاش راهو، راهو على حبه. شوفوا الكاوكاو تاعي راهو على حبه، لكن لازم نروحوا على هذه الخطوه نحكموا سيار ولا عفسه هكذا البنات. فوالا انا هذه صفايه كبيره وتحبط الرقيق. شوفوا نحبط الرقيق، نعطيكم جوست نظرة فقط باش كيف تعرفوا كيفاش الكاوكاو يجيكم على حبة نمرغدو به تشراك والمشوك اكسيتيرا. ولا حبيتو ديروه للحشو، حبوا ديروه للحشو ولا الحلويات ارحوه عادي، ما ماشي رقيق رقيق كيما بودرة اللوز، لكن نورمال هكذايا تزيدوا واحد من الخطرات وانتم دير تعبزوا وتواسوا يعني صراحة حفاظا على العتاد. العتاد واش معناتها؟ البيتخان الباتور الميكسور الاشواغ الروبو هادو ما نسموهم في الورشات العتاد، حفاظا على العتاد يعني ما ماشي نعبزو فوق القفلة تاع روبو ولا الاشواغ تاعنا يعني سونزاري تنحرق لنا الموتور يعني يعني هكذا خير. ثلاثة أربعة ونحبس فوالا. شوفوا البنات او حبط لي رقيق، شوفوا رقيق ماشي رقيق رقيق فوالا. شوفوا شوفوا هذا بسم الله ما شاء الله جاني على حبه. هذه الطريقه هذا هو الكاوكاو اللي نمرغدو به التشراك ويجينا شباب الله الله. يعني من المحال نمرغدو الحلويات تاعنا في الكاوكاو او اللوز وحنا نخلو هذا الرقيق. فوالا نخلو هنايا ونزيد الكميه الاخرى ونولي لكم. فوالا البنات اني كملت العملية يعني 250 غرام كاوكاو هذا واش خرج لي. شوفوا البنات الرقيق كيفاش خرج لي فوالا. هذا كي نديرو كمية كبيرة تجينا كمية الله يبارك. هذايا نوسو به الحشو تاع الحلويات فوالا. وهذا البنات شوفوا جا على حبة ان شاء الله اني في الليل ان شاء الله اي تبالكم. شوفوا البنات جاني على حبة، كي نمرغدو فيه حبة تشراك تخرج لنا الله الله شابة بالبزاف، ما يخرج لناش هذاك الرقيق. هذا سبيسيالمون التمرغيد تاع الحلويات، هذا للحشو. لا ما حبيتوش ديروه التمرغيد تاع الحلويات كامل كله على بعضه ارحيوه وحتى من الخطرات وانتم تعبزوا وتحبسوا وتحبسوا وتحبسوا. هذه هي الوغ البنات، حاولت نوصلكم طريقة تحويل إزالة رائحة الفول السوداني ونحول كامل الزيوت اللي فيه
وطريقة لحي الكاوكاو. هذه هي الطريقة السهلة والناجحة البنات، اعتمدوها. هكذا البنات راهو سخون شوية، ما نغطيوه ما والو باش ما يتندناش، نخليه هكذا كيبرد نخزنوه. عندكم علبة ولا اون بواط ديروا في لي بواط، ولا خفتوا هكذا الميديتي ولا ساشي كيس كونجيلاسيون وديروه في الكونجيلاتور، يقعد هو نهار تجو توسو الحلويات شغل تبنغي ده هو جد. هذا نوسو كل مظهر لمو بالمظهر وشويه سبن وسكر كيلا بكيلا، ولا انه عفوا كيلا مكسرات، نص كيلا سكر، ونزيدو الماء الزهر ونزيدو شويه سمن، والحشو تاعنا يخرج لنا طري. حذاري البنات تزيدوا بعد هاد التدبيره، حذاري تزيدوا توسو الكاوكاو مباشره من المحل، ترحيوه في الروبو تاعكم وتخدموا الحلويات، يجيكم الحشو يابس وفي هذيك الرائحه، رائحه يعني عيانه، بالرغم انه ديروا له عطر اللوز المر او الحلو. هكذا صدقوني البنات كي تخدموا الحلويات اي واحد يدوقو ما يتحلبلوش كامل كاكاو اباغ اللي عنده البنه. الله هذه هي فوالا البنات، هذه هي التدبيره اللي شاركتها معكم، ولو عجبتكم التدبيره ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر، نحبكم بزاف، انتظروني في وصفات تقليديه قديمه اللي نساوها بزاف عائلات، حنفكركم فيها ونوصلها لكم باسهل طريقه. دمتم في رعاية الله، في أمان الله، سلام.